ما معنى حديث شيخنا لا بيعتان في بيعة؟ له صور متعددة. نعم. بيعتان في بيعة له صور متعددة ذكرها العلماء، منها الذي نهى عنه النبي: أشتري منك هذه السلعة، هذه السلعة بثمان بألف نقدا. نعم. بألف نقدا. نعم. خلاص، وأبيعها لك بألف ومئتين إلى أجل، أو العكس. عكس. نعم. أنت تشتري من هذه السلعة بألف نقدا. نعم. بألف نقدا، عفوا نعكس القضية، آسف. أنت تشتري هذه السلعة مني بألف إلى أجل، فأنت أخذت السلعة وأنت مدين لي بكم الآن؟ بألف. بألف. أنا أشتري نفس السلعة منك بثمانمائة نقدا، لكن لست في حاجة إلى السلعة، فتردها إلي وتأخذ ثمانمائة. حقيقة الأمر أنك ما تريد السلعة. نعم. أنت ما تريدها، تريد فلوس. فاشتريتها بألف نقدا وقلت إيه رأيك تشتري مني بثمانمائة، عفوا اشتريتها بألف إلى أجل وتبيع لي نفسي بثمانمائة نقدا، فالسلعة بيعت بيعتين مني لك ومنك لي، وهي حيلة من حيل الربا هذه. نعم. أو صورة أخرى، أنني أعرض عليك السلعة وأقول هذه السلعة سلعتي وأنا حر في بيعي بألف نقدا أو بألفين إلى أجل، فأنت تأخذ السلعة ولا تقرر قرارا، تعلق الموضوع، ما عرفت أنا هل أنت انتهيت إلى ماذا، فتحدث الاختلافات بعد ذلك. هذه صورة أدخلها بعضهم في هذا الباب، وهناك صور متعددة. طب صورة يا شيخ، شرح لحضرتك وقول لي دي نهي ولا منهى عنها ولا غير منهى؟ الله يوفقنا، تفضل.